تلامذة السنة الرابعة متوسط، أقدم لكم تمارين محلولة فيما يخص النشر والتحليل. انتبهوا مليح. التمرين لتكون العبارة أو حيث أو x زائد واحد مربع ناقص x زائد واحد مضروب في اثنين x ناقص ثلاثة. أولا انشر ثم بسط العبارة أو. ثانيا حلل العبارة أو إلى جدا عاملين من الدرجة الأولى. ثالثا حلل المتراجحة 3x زائد 4 أكبر أو يساوي 6x زائد 2. الحل النشر. إذن أو x زائد واحد مربع ناقص x زائد واحد لين x ناقص ثلاثة. ألور x زائد واحد راكم تعرفوا هي x مربع زائد اثنين x زائد واحد ناقص x نضربها في هذه ومن بعد نضربها في هذه ومن بعد نضربها في هذه. إذن 2x مربع ناقص 3x هاي x مضروبة في ناقص 3 هي ناقص 3x ومن بعد نولي 1 1 مضروب في x 2x 1 مضروب في ناقص 3 هو ناقص 3. ب نحذف هذا القوسين لازم دخل الإشارة دخل الإشارة x مربع زائد 2x زائد 1 ناقص 2x مربع لهنا ناقص في الناقص ناقص في الناقص صافي زائد 3x ناقص في زائد ناقص 2x ناقص في الناقص زائد 3. إذا أو لم الحدود اللي تشبه الحدود من الدرجة الثانية. إذن هنا ناقص x مربع 2x 3x 5x ناقص 3x ما زائد 3x 1 زائد 3 يسمى 4. هذه هي الناتج المطلوب. ثانيا حلل عندك او اكس زائد واحد مربع ناقص اكس زائد واحد من اكس ناقص ثلاثة. لهنا نقدر نكتبها بهي الصفة هذي عندك
لاحظ باللي اكس زائد واحد نقدر نكتبها بصفة الصنف هذا. لاحظ هنا العامل المشترك عامل مشترك هو اكس واحد يتضرب في هذا اكس زائد واحد ناقص شني 2 اكس ناقص 3. اذا نزيد ننشر اذا اكس زائد واحد اكس زائد واحد ناقص على 2 اكس ناقص 2 اكس والناقص في الناقص زائد 3. اي بعد النشر والتبسيط اكس ناقص 2 اكس لم الحدود المتشابهة ناقص اكس واحد زائد اربعة. هذه هي النتيجة. ثالثا ثلاثة إكس أربعة أكبر أو يساوي سيسيك ناقص 2. لاحظوا لهنا العبارات التي تشمل المتغير لمها ثلاثة إكس ستة إكس تنتقل إلى الطرف الأيسر تولي 6 إكس أكبر أو يساوي لهنا 4 ثاني كذلك نقلها من الطرف الأيسر حتى الطرف الأيمن تولي ناقص 4 ولهنا ناقص 2 ما غيرناهاش. إذن لهنا تولي ناقص 3 إكس أكبر أو يساوي شني ناقص 6. إذن بعد حذفه الناقص اللي هنا في كلتا الطرفين لازم نغير التوجيه. إذن تولي 3 إكس أقل أو يساوي 6 أي إكس أقل أو يساوي 6 على 3 معناه إكس أقل أو يساوي 2. هذه هي النتيجة. انتهينا والسلام عليكم ورحمة الله.